هل مقاومة الأنسولين من الأمور اللي ممكن يتعرض لها الأطفال؟ لا، هو عادة بعد سن 45. بعد سن 45 يعني حتى لو في سن الأطفال اللي بيمتازوا بحاجتين، أولا إن هم عندهم جرس يعني بينمو، فاللي بياخده بيستفيد بيه في النمو، إنما بعد سن 45 ده بيبقى مفيش نمو، كل حاجة وقفت خلاص. أنت بس المفروض على قد نشاطك. وبعدين كمان خمول ومفيش نشاط مفيش رياضة، لا تاخد هيتخزن فيبقى في سمنه زياده. مش معنى كده ان احنا بنشجع الاطفال على موضوع السمنه، لان لا اكيد لها مخاطر يعني. لا طبعا، بس الاطفال يعني ايه اكمن عندهم فرصه ان هو هينمو هيطول هي كده هون، فبالتالي يعني ايه في حرق واستفاده من المخزون الموجود. ويمكن سبحان الله دكتور يعني الله. من اعجاز الله تعالى في صناعه الانسان ان ربنا ميز الانسان الكبير بالعقل والنضج بعد الاربعين تحديدا كمان طبعا، حتى اذا بلغ اشده فبقى عارف فيقدر يعمل كنترول مثلا، بخلاف ان ده طفل لسه صغير عايز دوما الحاجات اللي هي السريعه الحاجات اللي فيها نكهات اكتر من الحاجات اللي فيها افاده، وبناء عليه مش بيقدر بقى يفرزن الامور بعقله بالظبط قد ما بيفرزنها بشهوه البطن بالظبط. والاضافه للحركه، الاطفال بيمتازوا بالحركه كتير، فالحركه كتير دي بتستهلك جلوكوز كتير، فده افيد غير الكبير في السن. نعم. الكبير في السن حركته قليله. نعم. فبالتالي نعم. عنده اي حاجه هتخزن. هل مقاومه الانسولين ممكن ينتج عنها مشكلات اخرى غير مشكله وجود سكر؟ طبعا. زي؟ طبعا، يعني مقاومه الانسولين بنتوقع ان يكون معاها يعني حط مع مقاومه الانسولين دي نسبه دهون زايده. فعندنا الكبد الدهني ده هيبقى ليه مشاكله. عندنا هيبقى النظر هيبقى مش مظبوط. الاعصاب مش هتأدي وظيفتها بدرجه كافيه، التركيز المخي. لا لا ده الكلام ده كلام كبير. لنقوله واحده واحده علشان كلام يخوف يعني. يعني حتى لو ما وصلناش للسكر في مشكلات تانية ممكن تحدث. غالبا واحد زي غالبا اول حاجه العضلات هتبقى ضعيفه. العضلات ضعيفه، العضلات هتضعف لان في نسبه دهون زياده، فبالتالي العضلات بتضعف. الحاجه الثانيه هيحصل انتفاخ في الجسم، بطن تبقى تنتفخ لمنطقه الخصر دي، قلت لك هتبقى بيزيد فيها مزيد دهون اكتر، بتبقى ضغط على القولون وضغط على الهضم. نعم. الاعصاب مش هتشتغل بالدرجه بتاعتها الكافيه كويسه المناسبه، هتبقى اقل شويه. الاعصاب النظر ممكن يبقى فيه مشاكل في النظر شويه. كوارث يا دكتور اللي حضرتك بتقوله. كوارث. الواحد لو قال الحاجات دي كلها خلاص بقى مخلع يعني. خلي بالك احنا لسه بنتكلم على ما قبل مرض السكر. يعني احنا بنحذر. والله انا اهتميت ان انا اتكلم على النقطه دي عشان التنبيه. والله يا دكتور هو موضوع مهم جدا وملف طب مهم جدا. واتمنى ان كل الزملاء يفتحوه عشان ننبه الناس علشان ما نوصلش للمشكله ونرجع يلا نحل. طبيا احنا كاطباء. طب معلش انا خدتك للموضوع وانا اسف للمقاطعه. احنا كنا قلنا مشكلات في الاعصاب، وهن في العضلات، مشكلات في النظر. بالظبط. ايه اللي ممكن يحدث ثاني؟ وكمان التفكير التركيز يبقى كونفيوجن يعني مش قادر يركز. مشتت. في زق الاعصاب المخ كده كل الحاجات دي هتبقى المخ ما وصلوش السكر بالدرجه الكافيه. فبيبقى ايه مفيش تركيز قوي. احنا الكلام ده كله دلوقتي ايه؟ اللي احنا وقايه عشان ما نوصلش للسكر اللي هو هيبقى الحاجات دي اكبر.